تحية إلى الأخ والصديق الكابتن محمد يوسف. الكابتن محمد يوسف قبل أن يكون مدرب هو أخ وصديق، وسوينا موسم جميل جدا لولا الظروف حتمة أنه ممكن أنه صار فراق بيني وبين الكابتن محمد يوسف. لكن محمد يوسف اسم كبير وإضافة كبيرة إلى نادي الشرطة أو حتى الكرة العراقية في الوقت اللي كان فيه موجود في العراق، وكنت أتمنى أنه يستمر ويأخذ استحقاقه في العراق، لكنه هذا حال كرة القدم. تحية حب واحترام إلى الأخ الكبير الكابتن محمد يوسف وفي نشأتك. جميل نشأت، جميل ونجم نجم نجم في كل تصرفاته، نجم في كل تصريحاته، وكان حتى جوه الفريق كان يعني عامل روح جميله جدا بينه وبين اللعيبه، كان محبوب جدا من اللعيبه، شعبيته كبيره جدا. شعبيته نشأت، بص، جيل 2007 في المنتخب العراقي كان على راسهم طبعا نشأت، يونس محمود، المهاجم يونس محمود، يونس محمود. لا كان عندهم هوار، كان عندهم كمان نور صبري حارس المرمى، لا يعني كان سلام شاكر في الدفاع، مهدي كريم في الخط في الباك رايت. لا يعني كان عندهم نجوم جامده جدا، ونشأت طبعا من المواهب اللي فعلا فعلا انا كنت بستمتع، يعني انا كنت بستمتع وهو بيلعب وانا كنت بدربه، من اللاعبين اللي انا بستمتع فعلا بادائهم. اولا لاعب مهاري جدا، بيلعب 10 حاجه جميله يعني، وفي ثانيه تلاقيه مودي المهاجمين للجون، فاولات طبعا ولا اروع. مايسترو في نص الملعب، مايسترو في نص الملعب. وعلى فكره النادي الاهلي فاوضه في فتره من الفترات في 2009 كده 2008 كان في مفاوضات بس ما نجحتش يعني. فانا بشكره طبعا من خلال قناه النادي الاهلي بامانه بشكره، وبشكر كمان الحاج اياد بنيان اللي هو كان رئيس نادي الشرطه في الوقت ده، لان هو يعتبر نشأت جوز بنته، ولما تعاقدوا معايا فعلا كان ناس في منتهى الاحترام. خلي بالك انا الحمد لله عامل اسم كويس جدا في العراق، ولغايه النهارده بيجي لي عروض على الشغل اللي انت عملته هناك. الحمد لله عملت تجربتين مع نادي الشرطه، سواء 14 15 او 17 18 16 17 قصدي، عملت تجربتين الحمد لله لغايه النهارده كثير من الانديه العراقيه، انديه مقدمه يعني، بيتكلموا معايا.